فهم فوزوني يشوفوا الاحكام اللي بتجي. والله العظيم قاهرني يحكم علي تلك المره. دقيقه بروح عند الداخل بجي. بجلس في المجلس عشان يمكن يقول تعلق على الباب. تكفى. حكمك تعلق على الباب عشان اروح داخل؟ لا لا عرفت نظامك الحين عرفت. تكفى تكفى تعلق على الباب تكفى. والله انها سهله صعبه إيه؟ تراها صعبه مره علي صعبه. ايه واضح واضح الصلاه على النبي واضح. لا يا مره الحكم الحكم الحين الوحيد بيسوي فيك حاجه مره حلوه اصبر. طيب انا بسالك سؤال، ايش رايك تروح معنا دبي؟ ايوه حلو. هذا العرض اللي بتقدمه لي؟ ايه تروح هذا العرض؟ ايوه ايش ايش كمان؟ احب العروض يا عيال. يا عيال شيروا البتكفون يا محاج. اغريني اغريني بالعروض. كبسوا على الشاشه كبسوا. ايوه ايش فيه كمان؟ نروح لدبي و خمس ايام. اذا فزت انا ويلكم بغلا. ولا ايش؟ لا اذا خليتني افوز نروح دبي. لا والله رسالة ايش اللي خلتك تفوز؟ والله احسن عرض ذا والله. خل والله خليه يفوز. خليه يفوز خليه اقنعه. يا سباك خليه يفوز يا ابن الحلال. دبي خمس ايام حلوه. ترى والله ذا والله محفول مكفول صح؟ ها؟ محفول مكفول. اكيد. محفول مكفول واللي تبي بشربه بعد. يا الله. احب العروض هذه يا الله يا عيال. روحوا هناك خلينا نهزم. خلينا نفوز خلينا نفوز. لازم خطي يتقدم. لا حبيب اسمع الموت ولا المدله. ارحب 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 يا عيال. شيروا البشيروا. والله لو ابو داود موجود والله لو ابو داود موجود ما تفوز. لا لا ابو داود ابو داود ياود ما يدعم ضد ياسر. ابو داود وش ما يدعم ضد ياسر؟ وش دخل ياسر في الموضوع؟ هم كذا الداعمين يعني. يعني ما لا ياسر ياسر اخو. طب ياسر اخو حتى دعم عندي قبل شويه مخلصت الجوله والله العظيم. لا 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 اوريك انا وين. دقيقة بس خلينا نغير اللي ضاحك ذا المساج. يا ولد مو بسهل والله العظيم منظم ذا الولد. ها؟ لا مو بسيط. تعال نقرب. انا ودي اركب على الكرسي ذا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا ما يمديك ما يمديك. ليه؟ ما يمديك والله ما يمديك. هذا الوحيد اللي كان معنا في الاستراحة عرفته؟ ايه ايه ما اكيد اكيد اعرف. ترى اليف والله ترى اليف ما شاء الله عليه. ماشي يا حبيبي وحيد وحيد الحين الحكم. عط 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 الحركة ذيك الحركة. أصبر 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 أصبر. شفت شفت عط عط عط. أنا ترى حركة ترى دي علامات علامة الجمال عشان تدري. بس ترى الولد جميل عيونه عسلية ما شاء الله تبارك الله. يا الله يحفظه يا رب. بسم الله عليه. بسم الله قول ما شاء الله. قول ما شاء الله عليه لا تعطبه. قول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله خليك عادل خليك محترم وذكر الله طيب. يا وانا ايش قاعد اقول؟ ايش قاعد طلسم انا طلاسم قاعد اذكر الله. يا عيال يا عيال اخر الثواني يا عيال اخر دقيقه لا يفوز علي. ترى راح يجي احفله. ترى راح يجي احفله والله انك بتفلت بتفلت راح يجي احفله يا اخي. تكرم تكرم يا اخي. لا لا بنفوز صدقني راح نفوز الجولة هذه. دقيقة دقيقة تبدأ يا عيال. شباب يا عيال يا عيال عيال شدوا يا عيال. الهمة الهمة كبسوا كبسوا القوة القوة لا بارك الله في الضعف يا عيال. جولتنا يا عيال جو 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 يا عيال يا عيال مرجع you
حبيبي يا مكي الله يسعدك يا شيخ ياسر. يا حبيبي ياسر يا عمري يا لب قلبك يا ياسر والله العظيم انك جبت والله والله مالك فوز محمد يا حبيبي يا ياسر عبد الله ايه ثري لا يا شباب كفو ضيفوا مين عندي وعند ذا ضيفوا ضيفوا ياسر علي ما قصرت ابو غلا ما قصرت الله يسعدكم شكرا لكم شكرا مكبسين والله ما قصرتوا مكي يا حبي والله ما قصرت يا حبيبي الحكم الاول بسم الله يا شباب اخلص عطر احكامك لا توطب بطرك اخلص هل عندك عروض زي وساوى داود بتقدمها ولا نحكم بسرعه كيف هل عندك عروض بتقدمها زي وساوى داود ولا نحكم سافر لابو الامارات محفول مكفول متى كيف متى رايح انت الوقت اللي تبيه لا بعد يومين تكون هنا بعد يومين جوي وجوي كم يوم هناك يومين ثلاث ايام على كيفك انت على كيفك يومين يا اخوي يومين بس هذا معلك هذا الموضوع عندي يومين اضحك يا اخي احب العروض والله ما داري الهزيمه يا الله ايوه يعني اديني نظام الرحله كيف ومتى وذا عشان نشوف طيب قول لا قول لا اله الا الله لا اله الا الله تكون ان شاء الله تعال لا لا تعال لا لا خلاص لا تعال اسمع اعطني احكامك وانا بعطيك العرض حقي اعطني احكامك لا اديني العرض ممكن ما احكم لان احكامي مره قويه لا احكم بعدين انا اعطيك عرض خلاص اوكي اول حكم تمام تحط صورتي بدل صورتك ذي اللي كنا علبه مايونيز مثلا بعد حط صورتي مدة اسبوع تمام بالله تكفى ضحكتك للبيع العقب الثاني يا وحيد دور لي شيء عالي هنا مره عالي يعني ها ابغى شيء مره عالي هنا يعني الباب ها في الباب اضغط علق في الباب لا لا ما نبغى احكام خفيفه عشان نقبل العرض وريني فوق لا تصير ظالم والله ترك ظالم والله اسمع أو لا ما أبغى حصان ثاني حكم تكون فوق مدة جولة ما تنزل ثالث حكم ثالث حكم أصلا من يوم شفته من يوم شفت الوضع انه رايح شايفه من اليوم يخربانه معي اليوم كله الاخلاق هنا خلاص اسمع هذا حكم وحيد يشيلك على كتفه ويفحط فيك مدة دقيقتين دقيقة طب ليش ما تعطيه حكم وينفذه؟ لا ما لي دخل انا هو على حكم اصلا يشيلك ويفحط فيك يعني كلها يا خلت مجنون انت يا خلت بتخاف يعني لازم ترفعني فوق ترى في ترى مرتفعات ادوخ يا اخي طيب انا موافق دقيقه انا موافق هلا اقول لك انا موافق مو موافق انا استخني بس عطى حكمه لا وريني الباب لا الباب قلت تعلق على الباب انت لا وريني الباب بروح اتعلق ما عندي مشكله وريني لا وريني الباب طيب قل لي تعلق طيب على المتكه لا احكام سهله دي ابغى احكام جلد تبينا اوريك كيف اسوق ايه شفت المقطع انت تسوق سياره لعب الله هذا ما عاد يمشي اخر مره اخر مره العب معك اخر مره كل شيء كشفته انت اسمع عاد العب معك خلاص اسمع وريني ايش اسمه وريني الباب طيب ما الباب حقي سحب هنا ما ينفع وحيد ايش تشوف؟ باقي حكم ايش تشوف نحكمه؟ طيب ايش رايك تشغل لي بالشرك واسوي لك زكاة؟ ها وحيد والله انا ما اعرف للاحكام صراحه وبسعود يعني
انا اقول انه خلاص ما دام في عرض دبي سامحه لسه ما هو صامم. ما اعطيتك عرض، انا ما اعطيتك. تعال خلاص اسمع، قول لله قول لله محفول مكفون لمده يومين في دبي. يلا خله ثلاث ايام. لا لا، عشان حتى وسام، هو وسام ما عاد بيكشخ علينا، هو اللي بيصير وش بيصير، بيطمخ هناك كذا. اذا خلاص وسام يعطيك عرض وانا اعطيك عرض، بس اسمع. شد العروض، تسكن معي في نفس الغرفة، اخذك مخدة ترى. ابى اعلمك ليش انا اصلا ما اخذ مكان كبير في السرير، في طرف السرير، خلي السرير باقي لك انت. طرف السرير عادي، طرف السرير والباقي لك انت، خذ. حرام حرام، خلاص يا عيال، والله حرام يا عيال، حرام يا. والله مع الطيران يعني؟ اي انا وياك في كرسي في الطيران، ما يحتاج لي كرسي. والفندق بسكن معك في الغرفه، حطني في طرف السرير، وحتى الغداء اطلب لك وجبه نفر، يعني ما يحتاج تطلب نفرين، يعني عادي. يعني ما في خساره. ما في خساره. تم 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 تم، خلاص تم. خلاص. قرب قرب. هذا هذا هديها لك، هديها لك، هديها لك، هديها. احبك يا سبايكي. خلاص خلاص خلاص. تمام موافقين؟ والله عرض حلو. والله حلوه. ايه بالتذكره، والله بالتذكره. خلاص وافق وافق. خلاص بسم الله تم. خلاص. كمي رسبك رسبك. اشكرك. ما اشوفك وينك. يلا انقلع 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 انقلع. الله يقلع العدو، خسرنا بس. داعمين اليوم؟ الا والله فيه، والله انا وين دخلت هنا؟ اصبر. هلا. نرجع احكام. والله العظيم يا ولد، احس الدعوه. خلاص خلاص اسمع، قول الى الله. خلاص خلاص والله خلاص. اسمع خلاص. اسمع. حديك ثلاث احكام، تمام؟ بس احكام سهله يعني، وتحاول. لا لا لا، خلاص خلاص، من دبي دبي. بس بس في واحد هنا جاء ودي اشوفه، بس يغمز لي بس بخمسه، عشان ودي العب معك تحدي جوله، بس عشان اخذ حقي بس. مين؟ بس انتظر، بس يغمز، بس هو موجود، بس انتظر، بس يقول اتجه، بس يرسل ورده بس عشان اشوفه. ويا ويله يا ويله اذا ما ارسل ورده. اصبر يا اخي اصبر. بشربي ارحب يا ابو حماد. العب العب جوله واحده. ما يلاعب. العب جوله واحده. ما يلاعب. العب جوله واحده. ما يلاعب. لا العب جوله واحده يا اخوي، العب العب. ما يلاعب وعد. ليش تخاف؟ ليش ليش تخاف؟ انا خبرك رجال كفو شقردي محزم. اكيد اكيد اكيد. تدري متى العب معك؟ ايه بعد ما نرجع من السفره. لا خلاص، لا تقهرني يا ولد. العب العب جوله واحده. اللوحه هذيك اللي وراك ليش كبيره اكبر من الثانيه؟ لا هذه 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 صوره وذيك لوحه. لا لا، في واحده تحت، شوف وين. هذيك سيراميك. لا شوف، ما تشوف انت وين؟ طل ورا ما تشوفها ولا ليش؟ والله سواها. والله العظيم سقهرني يا عيال يا عيال يا عيال. والله العظيم، والله ليش يا عيال؟ قسم بالله يعني هذا يفوز علي، والله بحق، والله انكم محازم قسما بالله. توك تحضر ذا الحين يا ابو كرش، تو الحين فازوا الرجال علي، فازوا الرجال علي، فازوا علي، وتقوم بعد.